بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ساعة على الهواء. إحنا كنا قضينا آخر حلقتين مع بعض في إجابة كتير من الأسئلة بتاعت حضراتكم وفي المشاكل اللي جات لنا عن البرنامج عن طريق الفيسبوك، وبرضو زي ما وعدت حضرتكم قبل كده إن هنخلي التلت الأخير من البرنامج برضو لكل الإيميلز أو الأسئلة أو المشاكل اللي بتجيلنا علشان ما نحوشهاش كتير. النهاردة هنرجع ونتكلم على موضوع روحي أعتقد يهمنا كلنا ويمسنا كلنا. لو قسمنا مجموعة الأسئلة والمشاكل اللي بتيجي في الاجتماعات للأباء الكهنة هنلاقي الآتي: لو الأسئلة في اجتماع شباب هيكون معظمها عن الارتباط، اختيار شريك الحياة، العاطفة وما إلى آخره. لكن لما بنكبر شوية في الاجتماعات بنلاقي إن معظم الأسئلة بتدور حوالين موضوع واحد. إيه هو الموضوع ده؟ هو ده بنعمة ربنا الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله. حلقة النهاردة هيكون عنوانها الفتور الروحي. الفتور الروحي، في الحلقات اللي فاتت كنا جاوبنا بصورة مبسطة على بعض الأسئلة اللي بتتناول موضوع الفتور، لكن بنعمة ربنا هناخد الموضوع بالتفصيل، وإن شاء الله الحد ده والحد اللي جاي هيكون الموضوع بتاعنا عن الفتور الروحي. ايه هو الفتور الروحي؟ علشان نعرف كلمة فتور روحي عاوز الاول اقول كلمة فاتر يعني ايه. كلمة فاتر اللي زي ما بنقول كده المية الفاترة. ايه هي المية الفاترة؟ هي مية مش ساقعة ومية مش سخنة. ولما المية بتكون سخنة ممكن نقول استنى عليها لما تبرد شوية. كلمة تبرد شوية يعني لسه ما بقتش باردة بس لسه ما بقتش سخنة زي ما كانت. والكتاب المقدس على لسان رب المجد يسوع المسيح في سفر الرؤيا حدد ثلاث درجات في الحياة الروحية: الإنسان الحار روحيا، زي برضو ما بيقول الكتاب المقدس حرين في الروح. نمرة 2 الإنسان البارد روحيا. نمرة 3 الإنسان الفاتر. علشان نعرف نعرف الفتور خلونا الأول نعرف مع بعض مين الإنسان الحار بالروح ومين الإنسان البارد روحيا. الإنسان الحار بالروح هو الإنسان اللي ملتهب بحب ربنا ويزعل قوي على أقل خطية يعملها. طبعا ما فيش أقل خطية، يعني خطية كبيرة وصغيرة، لكن هو مع أي سهو ومع أي هفوة حتى لو كانت غير مقصودة يحس بالندم والانزعاج الشديد ويحس انه لازم يقف ويصالح ربنا. عارفين الولد الحساس اللي ما بيبقاش عاوز زعل ابو امه؟ هو ده الانسان الحار بالروح. يحب الصلاة، يحب التسبيحة، يحب بيت ربنا، يحب القداس، يحب خليقة الله. انسان كده حي في حياة وفي طيار ربطه بينه وبين ربنا. ده الإنسان اللي بنقول عليه حار بالروح. طب والإنسان البارد؟ الإنسان البارد هو الإنسان اللي بعيد عن حظيرة الخراف، الإنسان اللي ممكن يكون الخطية بقت جزء من طبعه، الإنسان اللي الحقيقة ربنا مش على باله خالص وممكن يكون غرقان في بحر من الخطايا الكبير. هو ده الإنسان البارد. يبقى الإنسان البعيد قوي عن ربنا ده بنسميه بارد، والإنسان اللي في حضن ربنا قوي ده بنسميه حار. أمال مين بقى الإنسان الفاتر؟ الإنسان الفاتر ده الإنسان اللي صعب شوية. ليه؟ لأن موجود في وسط الناس الحارين بالروح لكن محتفظ بمظاهر برضو الإنسان البارد روحيا. يعني إيه؟ يعني زي ما نقول إن الحار ده أبيض والإنسان البارد ده أسود، فالإنسان الفاتر رمادي. الإنسان الفاتر رمادي يعني إيه رمادي؟
يعني لا محصل حار ولا محصل بارد، بين الاتنين. طيب ايه خطورة ان الانسان يكون فاتر؟ خطورة ان الانسان فاتر اللي قاله رب المجد يسوع. ايه اللي قاله بقى رب المجد يسوع للمجد؟ قال كده: ليتك كنت حارا او باردا، يعني ريتك حار بالروح او ريتك بعيد خالص. المشكلة فيك انك انت فاتر، ولانك فاتر عشان انت فاتر فانا مزمع ان اتقيأك من فمي. يعني الفاتر اسوأ من البارد. تاني، الفاتر اسوأ من البارد. احنا عارفين ان في حرارة وفي فتور وفي برود، يبقى المفروض الفاتر ده احسن من البارد. ربنا يقول لا، البارد احسن من الفاتر. ليه؟ لان البارد عارف انه بعيد، وعلشان كده لما بيجي بيجي بجد لربنا. لكن الفاتر ده فاكر نفسه كويس وفاكر نفسه من بيت ربنا. هديكم دليل على واحد فاتر وواحد بارد دخلوا يصلوا قدام ربنا. البارد ده نقول عليه الفريسي. ليه؟ اسف، البارد ده هنقول عليه العشار، لان عارفين طبعا العشار ده ايه، طول عمره في الخطيه ومرابي وبياخد فوايد وبيبلغ عن الناس. لكن هذا الانسان اللي كان عشار لما دخل قدام ربنا وهو بارد كان عارف دخل قدام مين، فما قدرش يكابر وما قدرش يعمل اي مشكله، وقف قدام ربنا كده وقال: اللهم ارحمني انا الخاطي. والانسان الفاتر مين؟ هو انسان فريسي له مظاهر العباده ويعرف كويس قوي في اصول الصلاه جوه الهيكل، لكن لما دخل الهيكل الحقيقه شايف نفسه انه كويس، بالرغم انه انسان خاطي شايف نفسه انه كويس. فربنا طرد الفريسي من وشه وقبل العشار. هو ده الانسان الايه؟ الانسان البارد والانسان الفاتر، الفرق بينهم. والموضوع ده يفكرني بحكايه احب احكيها لكم، ان ازاي الانسان البارد ممكن يكون افضل من انسان الفاتر. في مره من المرات في احد الزيارات لاحد الولايات كان في شاب، يعني انا هروح من منطقه لمنطقه تقريبا بينهم ساعه سواقه، وانا ما بسوقش هناك طبعا، فكان في حد بياخدني. فهذا الشاب الحقيقه كان بعيد عن دايره ربنا. القصه دي قصه قديمه شويه، يعني انجاز التعبير هنقول عليه بارد، بارد بالروح. فهذا الانسان البارد بالروح احنا مش بنحكم عليه، احنا بنوصف حاله علشان هنشوف قد ايه هو كويس من جوه. الانسان دوت فضلت طول السكه احاول اكلمه على ربنا شويه، لكن الحقيقه هو كان مراوغ. عارفين يعني ايه مراوغ؟ يعني مش عارف كده يعني اكلمه بوضوح. وبعدين لما لقيت ان كل المواضيع كده مش نافعه وصلني للكنيسه، على باب الكنيسه هو بقى كان عامل شعره، مش عارف قصص شعره من ناحيه وسايب شعره من ناحيه وحاطط حلق في ودنه، يعني بعيد شويه عن ربنا. فقلت له: يا اخ فلان، ايه رايك انك تيجي وتخش الكنيسه تقول ابانا الذي؟ فهو راح قال لي: انا اسف يا ابونا، انا عايز اقول لك حاجه، صحيح انا بعيد بس لازال بيت ربنا ليه احترامه في قلبي. انا عارف انا مين، انا انسان خاطي جدا ما استحقش اقف على عتبه بيت ربنا. انت يرضيك يا ابونا ان انا اخش بالحلق اللي في ودني ده جوه بيت ربنا؟ انت يرضيك يا ابونا اخش بشعري؟ انا عايز اقول لك حاجه، انا عارف ان انا بعيد بس يوم ما هاجي بيت ربنا واخش اصلي هخش زي ما المفروض ربنا يكون عاوزني ان انا اصلي. وكان صادق جدا مع نفسه، وانا اتاثرت على فكره بصدقه. ده اللي انا عايز اقوله، ليه البارد افضل من الفاتر؟ لان البارد ممكن يكون حاسس انه بعيد لكن يوم ما هيجي ربنا هيجي كويس. الفاتر ده بقى ممكن يكون شخصيه تانيه، ممكن يكون شماس في الكنيسه، ممكن يكون خادم في الكنيسه وله صوره التقوى وهو ينكر فعاليتها. تقعد معاه تقول له: يا اخ فلان عامل ايه؟ يقول لك: ابونا فلان ده صعب، وابونا علان ده اصعب منه، والشمامسه كل واحد في سكه، ويدين الناس كلها، ويتعامل يمكن بقسوه وغلاظه قلب مع اخوه الرب، ويتعامل بشده مع الناس ما يشوفوش في صوره المسيح، لكن هو من بره ليه لقب جوه الكنيسه ان اسمه خادم او اسمه
كاهن أو اسمه شماس أو اسمه فريسي، لكن الحقيقة خطورة الإنسان اللي عايش في الرمادي أسوأ من خطورة الإنسان اللي عايش في السواد. ليه بقى؟ لأن اللي عايش في الرمادي شايف نفسه كويس، فعمره ما هيفكر إن يتوب، لكن الإنسان اللي عايش في البرود أو عايش في السواد هيشتاق في يوم من الأيام لأيام التوبة وهيرجع ويتوب بحقه حقيقي. يبقى احنا كده اتكلمنا على ايه هو الفاتر وعرفناه. طب ايه خطورة الفتور؟ طبعا خطورة الفتور حاجتين. الحاجة الاولانية اللي قاله رب المجد يسوع المسيح لما قال مزمع ان اتقيأك من فمي، يعني صعب قوي انك تكون فاتر قدام ربنا. الخطورة التانية ان الكلمة دي لما قالها ربنا يسوع المسيح للمجد قالها ليوحنا الرائي انه يبلغها رسالة لأحد الآباء الأساقفة. يا خبر أبيض، أسقف. يعني خطورة الفتور إن أي إنسان ممكن يصاب بالفتور الروحي. يعني الفتور الروحي أنا ممكن أقع فيه، وحضرتك ممكن تقع فيه، وأبونا الأسقف ممكن يقع فيه، وأبونا الراهب ممكن يقع فيه. وعلشان كده لما رب المجد يسوع في القرن الأول الميلادي لما كانت المسيحية حارة جدا يقول للأسقف من الأساقفة أنه وقع في الفتور، يبقى بصراحة لازم أنا وإنت نخاف من كلمة الفتور الروحي لأنها كلمة صعبة. يبقى خطورة الفتور إن ربنا قال أتقيأك من فمي، يعني مالكش نصيب معايا. والخطورة التانية إن ممكن يصيب أي إنسان. في الحلقة دي بقى هنعمل إيه مع بعض؟ في الحلقة دي النهاردة هنتكلم على أسباب الفتور الروحي. ليه الناس بتقع في الفتور الروحي؟ ولما نتكلم على أسباب الفتور الروحي هنبتدي أشوف أنا بعمل إيه وأشوف حضرتك بتقع في إيه، لأن الفتور ده ما بيجيش مرة واحدة زي ما هنفهم. أول سبب من أسباب الفتور الروحي حاجة اسمها الإهمال التدريجي. يعني إيه الإهمال التدريجي؟ زي ما أنا لسه قايل، الفتور عمره ما بيجي مرة واحدة. أمال بيجي إزاي؟ بيجي بالتدريج. يعني ما فيش إنسان النهاردة يكون حار بالروح وفي دموع بينه وبين ربنا وبيصلي كده بحرارة قلب وتاني يوم يلاقي نفسه إيه؟ فاتر روحيا وملوش نفس. الحقيقة عمرها ما بتيجي كده. الفتور دايما يجي بالتدريج، يجي بالتدريج نتيجة إهمال تدريجي بيجي للإنسان في ممارساته الروحية. فيبتدي الإنسان بسبب الكسل يهمل شوية. يعني إيه يهمل شوية؟ هو بيصلي الأجبة، فرحان بالأجبة، فيجي كده يقول إيه أول حاجة أنا هعملها؟ إن أنا بصلي صلاة باكر كل يوم، وكل يوم بقول قانون الإيمان. فيعمل حاجة يقول أنا الحقيقة ملوش لازمة قانون الإيمان، ما أنا حافظه منذ طفولتي. وبعدين في اتنين كده قدوس، واحدة بقول قدوس الله قدوس القوي، والتانية بقول قدوس قدوس رب الصباؤوت. تم أقول واحدة فيهم وكفاية. وبعدين ألاقي نفسي كده برضو بفكر وأقول طيب ما في السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، وفي نعظمك يا أم النور الحقيقي. لا أنا الحقيقة هستقل شوية كده. يعني على فكرة لما يكون واحد جديد بيصلي بالأجبية ممكن نبتدي معاه قليل ونزود. ده أنا بتكلم على واحد كان بيحب وبيصلي وابتدى يتهاون ويهمل بالتدريج. يوم بعد يوم قاعد يقصص يلاقي نفسه أهمل قانونه، أهمل صلاته، أهمل قرايته في الإنجيل. هذا الإهمال بيطفي محبة ربنا. عارفين زي إيه؟ الحياة الروحية دي عاملة زي النار، كل يوم لازم تحط لها حتة خشب عشان تفضل نشطة وحارة. أنا النهاردة كسلت، قلت لأ ده اللهب عالي قوي هيكفي بكرة وبعده. فبعد ما كل يوم كنت بحط حتة خشبة بقيت أحط نص حتة خشبة، وبعدين أجي في يوم أحط خشبة وفي يوم ما أحطش خشبة خالص، وبعدين أحط خشبة وثلاث أيام ما أحطش خشبة. بتكون النتيجة إيه؟ النار تهدى 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 ومحبة ربنا في قلبي تقل. وعلشان كده الإهمال ده عامل زي المرض الخبيث بالظبط، يخش بخلية صغيرة في الأول ما تحسش بحاجة. أديكم مثل تاني
الإهمال يعمل إيه في الحياة الروحية؟ ممكن إنسان يكون حار بالروح وبعدين أشبه حالكم. أنا هتخيل إن أنا معايا مجموعة من العملات كده، العملات الفضية زي نص جنيه أو جنيه كده، وحطه في جيبي، وبعدين جيبي ده فيه خرم. الحقيقة أنا معايا 1000 جنيه في جيبي، فتقال قوي. وبعدين طول ما أنا ماشي في جنيه وقع. إيه يعني جنيه؟ ما أنا معايا 999 جنيه. وبعدين جنيه تاني مثل الجنيه ده قيمته إيه يعني؟ ما أنا معايا 998 جنيه. وبعد شوية ده أنا معايا 850 جنيه. بعد شوية أنا معايا 750 جنيه. بس خايف قوي إن بعد شوية أمد إيدي في جيبي وأدور على رصيد حب ربنا اللي كان موجود، مش هلاقي حاجة خالص، لأن أنا بسبب إهمالي ضيعت اللي كان ليا قبل كده. قولوا بقى كده على كل حاجة. الراهب الجديد وهو بيقول التسبحة، ممكن جدا الفطور يخشه يقولك تسبحة كل يوم ليه؟ يبتدي يهمل، فيقولك طيب يوم في قليتي ويوم في المجمع مع الرهبان، وبعدين يومين في قليتي، وبعدين يوم في الكنيسة، وبعدين فين بقى لما نشوفه في الكنيسة ويفتكر انه يجي يسبح معانا؟ أبونا الكاهن ممكن يقع في الفطور؟ آه الحقيقة ممكن يقع في الفطور. هو في الأول خالص كان متعود يصلي صلوات كتيرة قبل القداس، وبعدين دي راحت منه، وبعدين دي حتة كمان راحت منه، وبعدين دي حتة كمان راحت منه، يا دوبك ابتدى يصلي بس القداس. الإهمال ده دخله في الفطور. وبعدين يقول بعد فترة أنا وأنا مرسوم جديد كنت بحس بالقداس قوي. طيب ليه أنا ما بحسش بالقداس زي الأول؟ شوف يا بونا، إيه اللي وقع منك في السكة؟ لأن اللي وقع منك في السكة هو ده السبب في إحساسك بالفتور الروحي في حياتك مع ربنا. يبقى علشان ما طولش عليكم في أول نقطة، أول نقطة بتسبب الفتور هو الإهمال. طب علاجها إيه؟ الالتزام. تاني، الإهمال علاجه إيه؟ الالتزام. لما نيجي نتكلم بقى على إزاي نطلع من الفتور، الحلقة الجاية بنعمة ربنا هنتكلم في النقطة دي بالتفصيل، بس على الأقل بقول عنوان إن الإهمال علاجه الالتزام. معانا الأستاذة سامية من المنوفية. ألو. ألو، مساء الخير أبونا. مساء الخير. بص أنا كنت يعني كويسة قوي، يعني أصلي، بصوم أربع وجمعة، بس من ناحية وبعترف وبتناول، بس من ناحية الصلاة يعني ما فيش نفسي خالص. يعني قلت أبانا الذي كده يبقى كويس، وساعات أصلي الصلوات السهمية بس برضو مش دايما على طول. مش عارفة أعمل إيه بجد. أنا حاسة أن أنا عندي فطور جامد جامد جامد. طيب مش عارفة أتصرف إزاي مع نفسي يعني. طيب كتر خيرك يا أستاذ سامية، أنت مش بتقولي مشكلتك لوحدك، أنت بتقولي مشكلتك ومشكلة ناس كويس قوي. بس كويس أن حضرتك حاسة أن في فطور. طول ما أنت حاسة أن في فطور دي حاجة تطمننا. عارفين المشكلة في مين؟ اللي حاسس انه كويس وكده مبسوط قوي باللي بيعمله ومش حاسس انه عنده مشكلة. ما دام انت حاسة يبقى في علاج كويس قوي. بس ارجوكي احنا لسه بنعرض المشكلة، تابعينا الحلقة دي وتابعي الحلقة الجاية، لان السؤال اللي انت بتسأليه هو موضوع الحلقتين، فانا مقدرش اجاوبك اجابة خاصة دلوقتي. هي الاجابة هتيجي في النقط اللي جاية ان شاء الله. نرجع تاني لموضوعنا ونقول ان السبب الاولاني للفتور ان الانسان بيهمل في حياته الروحية. طيب ايه السبب التاني؟ السبب التاني اللي ممكن يخلي الانسان يجيله فتور روحي انه يتوقف عن محاسبة نفسه. يعني ايه يتوقف عن محاسبة نفسه؟ عارفين يا جماعة محاسبة النفس دي عظات اعتدنا نقولها في ليلة راس السنة، في أيام كده مواسم نسميها مواسم التوبة، في الصوم الكبير. لكن الحقيقة محاسبة النفس دي مش بتاعت موسم ولا بتاعت وقت. محاسبة النفس دي حاجة بتاعت كل يوم، لازم كل يوم أحاسب نفسي. واللي بيحاسب نفسه كل يوم عمره ما هيخش في الفتور، لأنه بيمسك الخيط من أوله. يعني أنا بحاسب نفسي على صلاتي، فقول أنا النهاردة صليت وكنت مستعجل وما تعزتش،
وكل ما هحاسب نفسي هكتشف ان انا خاطي، وكل ما اكتشف ان انا خاطي هقدم توبة لربنا، ولما اقدم توبة واصلي اتعزى بتعزيات ربنا في قلبي. يبقى دايما كده انا في قدر من الحرارة، يبقى لازم احاسب نفسي، ولما حاسب نفسي بكتشف خطيتي، ولما بكتشف خطيتي بقدم عنها توبة واقف قدامك ربنا اتكلم عن خطيتي فابتدي اتعزى. يبقى احد اسباب الفتور ان انا ما بحاسبش نفسي. في دي عاوز احكي لكم حكايه او اتنين. الحكايه الاولانيه، انا فاكر وانا طفل كده في اولى او تانية ابتدائي كان لنا جار، يعني من زمان قوي الكلام ده 50 سنة يمكن. الجار ده كان عنده تاكسيات، يعني كان عنده 3 تاكسيات، وكان معروف كده ان كل تاكسي بيشتغل ورديه، فكان يقعد بترابيزه في مدخل عماره ويجيوا له السواقين ياخد قرايات العداد ويشوف كل واحد حط بنزين بكام، ويفضل مع كل سواق من دول ربع ساعه يحاسبه بمنتهى الصعوبه وبمنتهى الدقه وبمنتهى الشده، ويسلم التاكسيات للورديه اللي بعد كده. يعني الثلاث سواقين دول بتوع الصبح يمشوا، والثلاث سواقين بتوع بعد الظهر اللي هيكملوا بالليل بالتاكسيات يستلموا الورديه الثانيه. وكل يوم كل يوم كل يوم. وبعدين افتكرت في يوم من الايام انه كان بيتكلم قصاد مع واحد تاني، فواحد تاني بيقول له انت تعب عم نفسك قوي يا عم فلان، يعني هو كل يوم لازم تحاسبهم؟ ما تحاسبهم كل يومين ثلاثه وتريح نفسك، او كل يوم يبقى سواق واحد، وليه لازم الثلاثه؟ انا فاكر وانا طفل ان انا سمعت الكلمه دي وانا يمكن في اولى ابتدائي، قال له لو قعدت يوم واحد ما حاسبتش حد فيهم اعرف ان تاني يوم هتسرق. تاني لو في يوم واحد ما حاسبتش حد فيهم تاني يوم هتسرق. تعالوا بقى ننسى موضوع التاكسيات ونخش على الموضوع الروحي. انا النهارده ما بحاسبش نفسي، فلما ما بحاسبش نفسي انا مثلا ايه هكتشف بعد 4 ايام ان انا ما قريتش الكتاب المقدس بقى لي 4 ايام. لكن الحقيقه وانا بحاسب نفسي كل يوم قبل ما انام اقول انا النهارده كنت مرهق، والنهارده كنت مشدود، والنهارده كنت تعبان، حتى لو كان ضاع مني الكتاب المقدس يا اما هعمل حاجه من الاثنين، يا هقوم ان شاء الله اقرا ايتين، يا اما هاخد قرار ان بكره اول حاجه اعملها تكون الكتاب المقدس عشان ما تكررش غلطه النهارده. فالانسان اللي بيحاسب نفسه اول باول ما بيتسرقش، واول باول بيحافظ على الحراره. عارفين زي ايه؟ اشبهها لكم بمثل نفهمه. في ست موطيه على الرز النار، فحط الصاجه وحط فوقها الحله موطيه قوي النار، بس هي خايفه ان النار دي في يوم من الايام تطفي، فكل شويه تبقى قاعده في الصاله او قاعده في الفسحه بتعمل حاجه تقول لاولادهم انا قايمه اشقر على الرز. انتوا بتسمعوا التعبير ده؟ يعني على الاقل جيل الامهات اللي قاعده في بتقول انا هقوم اشقر، اقوم ابص، اقوم اشوف النار لحسن النار تطفي وانا مش واخده بالي، ويبقى مقلب كبير قوي ان ولادي يجوا ما يلاقوش اكل. هو ده محاسبه النفس، ان انا ببص كل يوم على حياتي وبقيم اليوم بتاعي علاقتي مع ربنا كانت شكلها ايه. هتقولي طيب واللي بقاله فترات ما بيحاسبش نفسه كل يوم؟ هقولك نفس القصه بتاعت الاهمال التدريجي. الاولاني ضيع كل الفلوس اللي كانت في جيبه وخرت منه، التاني محبة ربنا قلت وحساسيته للخطية قلت. ما انا بحاسب نفسي على القرش، لكن لما بطلت احاسب نفسي ما بقيتش حاسب على الشلن، وما بقيتش حاسب على الجنيه، وما بقيتش حاسب على 100 جنيه، فبقيت اتسرق. فاكرين المثل بتاع سواق التاكس قال ايه؟ قال لو انا ما قعدتش وحاسبتهم كل يوم تاني يوم هتسرق. فمن فضلكم خلي بالكم قوي من القصة دي، انك لازم تحاسب نفسك كل يوم. انهي بقصة قبل ما نطلع الفاصل الاولاني. القصة دي بتحكي ان في اب راهب كان معدي، وحكيتها لكم قبل كده انا فاكر، لقى اب راهب معاه شوية زلط كده بيفرقهم يمين وشوية بايديه، فقال له بتعمل ايه يا ابويا؟ قال له انا قبل ما انام اعتدت ان انا اشوف كم فكرة ريحت ربنا وكم فكرة أغضبت ربنا علشان ألحق أقدم عنهم توبة في صلاة النهاردة. دول كانوا قديسين
وكانوا في البرية وكانوا متفرغين لربنا، يعني كانوا بيغلطوا يعملوا ايه؟ بتهيألي كلها سهوات يعني وفوات، ومع هذا ما كانش حد فيهم بينام قبل ما يحاسب نفسه. اللي بطل يحاسب نفسه واهمل قانونه الروحي لازم لازم هيخش في الفتور الروحي. اسمحوا لنا ناخد مكالمة من كاميليا. الأستاذة كاميليا من القاهرة. ألو، مساء الخير يا أستاذ أبونا. مساء النور، أهلا بيكي. زي قدسك. أهلا بيك يا بنتي. أنا عايزة أقول لقدسك أن أنا ابني بقاله سنة مش بيشتغل، هو برا، والولد ده خير وكويس جدا. وبعدين أنا السنة دي عمالة أصلي وبدموعي وكده، وبعدين بقيت لما ما لقيتش فيه فايدة بقيت تركت الصلاة وبقيت أصلي غصب عني، وفي دي أو في مش عارفة أعمل إيه. لا طبعا دي حرب من الشيطان بيشككنا إن الصلاة اللي إحنا بنقولها ربنا بيسمعها أو بيستجيب ليها. أنا عايز يكون عند حضرتك ثقة إن كل كلمة طلعت من قلبك وصلت لربنا، بس ربنا ليه حكمة. يمكن عاوز ابنك يمر بظروف صعبة شوية علشان يرجع له، أو يمكن ربنا عاوز يتوب عن خطية معينة، أنا مش عارف، مش بقول بالضرورة إن في خطية. فأنا عايز أقول لك حاجة، أنا عاوزك تطلبي نمرة واحد خلاص نفسه، قولي له الشغل بيجي بيروح والحياة كلها يا رب بتيجي وتروح، أنا يهمني حاجة واحدة بس، مش إن يكون عنده شغل ولا ما عندوش شغل، أنا يهمني في كل الأحوال إن يكون في حضنك أنت يا رب. طول بالك علي يا رب، وإذا كان محتاج تأديب أنا هفرح إنك بتأدبه، وإذا كان محتاج إن هو يصلي أكتر عشان يختبر وجودك في حياته، أنا عارفة يا رب إن لكل شيء تحت السماوات وقت. فأنت ترجعي تاني لصلاتك وتصلي بحرارة، ما تخليش موضوع شغل ابنك هو الهدف، خلي موضوع خلاص ابنك هو الهدف. ربنا يديكي وترجع للصلاة بحرارة. شكرا يا ابونا، يعني عايزين صلوات واتساب. ربنا معاك يا بنتي، ربنا معاك. استأذنكم يعني نطلع فاصل صغير.